نكمل يا شباب زي ما احنا قلنا قبل كده عن الدايجستيف سيستم، الجهاز الهضمي. فكره ان انت تبقى عارف ان الاكل بيدخل من الماوث، سنانك التيث بتعمل تو فود، تمضغ الاكل، بعد كده الاكل بيعدي من المريء يوصل ليه من البلعوم يوصل للمريء اسافاجس، بعد كده يروح للاستومك المعده اللي بيحصل فيها ميكسز ويز سبيشال ليكويد، السائل الخاص اللي بيكون موجود في المعده عشان يمتص البروتينات ويهضم الطعام، بعد كده الطعام بيروح عند السمول انتستن الامعاء الدقيقه اللي عندها بيمتص الاكل وبتحصل عمليه امتصاص وهضم الاكل بصوره كامله، والفضلات بتاعه الاكل اللي جسمك مش محتاجها بتروح لللارج انتستن المخزن بتاع الفود ويست، فضلات او بقايا الاكل. طيب الجزء الثاني بقى من الحصه هناخد respiratory system او respiratory system. اللي عايزك تعرفه ان النطقين صح، respiratory American وبريتش، لكن النطق الوحش اللي انا ما بحبوش respiratory، ما اعرفش برضو سمعتها دي ازاي وفين. respiratory system لا، respiratory system، respiratory system الاثنين صح. الجهاز التنفسي يعني ايه اصلا؟ الجهاز التنفسي يعني الهواء. انا لما كلمتك على الدايجستيف سيستم كنت بكلمك على الفود، الاكل، الاكل بيدخل ويخرج، بكلمك عن الطعام عن الفود. لكن لما اقول لك respiratory system الجهاز التنفسي يبقى بكلمك عن الهواء، الهواء اللي بيدخل جوه جسم الانسان ويخرج. على نقرأ الكلمات ونفهم الجهاز التنفسي ده بيشتغل ازاي جوه جسم الانسان. طيب خلينا نشوف الجهاز التنفسي بيشتغل ازاي جوه جسم الانسان. الجهاز التنفسي respiratory system يتنفس breathe الرئتين lungs الرئتين lungs. هنشوف كل ده على الرسومات دلوقتي. الحجاب حاجز عضلة اسمها diaphragm. محدش بقى يقول لي الجي اللي في الآخر ما بننطقهاش ليه؟ لأنها silent. diaphragm فرام، شفت الجي دي ما بنطقهاش، بقول diaphragm diaphragm الحجاب الحاجز. يبقى الجهاز التنفسي مسؤول عن التنفس، الهواء respiratory system. الإنسان لما يتنفس breathe الرئتين lungs. هنشوف كل ده على الرسمة دلوقتي. حجاب الحاجز diaphragm عضلة muscle وش الإنسان face الأنف nose يضخ pump وكنت واخدينها قبل كده water pump. عن ايه بقى واتر بامب اللي خدتوها قبل كده؟ القصه دي معناها ايه؟ مضخة الماء. بامب يضخ غاز الاكسجين، اكسجين ثاني اكسيد الكربون كربون دايوكسيد. الكلمات دي ليها تسجيلات صوتيه. يستنشق لما تاخد لجوه الهواء، تيك ان، انا عايز ادخل الهواء ده لجوه، تيك ان، يخرج اما بتطلع الهواء بتنفخ لبره كده، جيف اوت يسحب للداخل، pull into يصعد لفوق، go up يطلع لفوق بسرعه، quickly قلب heart الدم blood هواء air واخطر واهم كلمتين مهمين بالنسبه لي، بريث ان، يستنشق لجوه الهواء انت بتدخله، شهيق تاخد الهواء لجوه كده، بتشم لجوه بريث ان، بتخرج الهواء لبره بريث اوت بتطلع الزفير، شهيق زفير بريث ان بريث اوت. منتصف سنتر سينر بالامريكاني سينر
سنتر مش سنتر سنر سنتر من مكان لآخر from one place to another from one place to another تدخين smoke بالفعل أنا مش عاجبني اللي هو موجود كلمة smoke المفروض أقول smoking smoking اللي آخرها ing يعني أقولها كده smoking بس ماشي شغال مش مشكلة smoke smoking كمية مية كبيرة plenty of water plenty كمية كبيرة plenty of water يعني ماء وفير يتمرن يعمل تدريبات وتمارين exercise يعني حضرتك لازم exercise تتمرن مش exercise اللي انت تقعد تحل في الشيت ما انا فاهم اللي ده تدريب او تمرين لكن كمان لما اجي اقول لك you should exercise every day انت لازم تتمرن كل يوم تاني الكلمات اللي هعلم عليها مهمة جدا لازم تحفظها الجهاز التنفسي respiratory system يتنفس breathe الرئتين lungs الحجاب الحاجز العضلة دي diaphragm عضلة muscle وجه الإنسان face الأنف nose غاز الأكسجين oxygen ثاني أكسيد الكربون carbon dioxide القلب heart الدم blood الهواء air يستنشق breathe in يخرج الهواء الزفير breathe out تعال نشوف الكلام ده على الرسمة هجيب لكم كمان من عن أستاذنا ومعلمنا جوجل هذا رسمة كمان توضح لك الجهاز التنفسي يعني لو رحت عند جوجل كده وقلت له respiratory system عشان أوريك أكتر من رسمة توضح لك الدنيا ماشية إزاي هذه رسمة من الرسومات بتاعة الريسبيراتوري سيستم نازل كيفيتي بيسموها بقى كلمات علمية نازل كيفيتي التجويف الأنفي اللي هي من الآخر النوز أنفك يعني لو جبت لك الرسمة دي أحسن شوية نوز الأنف ودي اللي تفرق معايا نوز الأنف هنا نازل كيفيتي التجويف الأنفي مناخيرك الاتنين الفتحتين دول اللي في مناخيرك دول اللي بيدخل منهم هوا يبقى بالعقل كده انت راجل بتفهم ساينس لما اجي اقول لك ايه اول عضو في الجهاز الهضمي مين شاطر يقول لي اول حاجه في الجهاز الهضمي ماوس أول عضو في الجهاز التنفسي respiratory system إيه أول حاجة؟ نوز لو جيت أقول لك الجهاز الهضمي هو بيشتغل عن طريق إيه؟ الفود الطعام تدخل له أكل يبتدي يشتغل لكن لما أجي أقول لك الجهاز التنفسي هل بدخل أكل من مناخيري ولا بدخل إيه يا شباب؟ اير الهواء عشان كده حفظك للكلمات ده مهم الاير الهواء بيدخل من النازل كيفيتي التجويف الانفي اللي هو النوز طيب بيحصل ايه بعد كده يا مستر لما الهواء بيدخل تعال نقرا نفهم ووريكوا على الرسمه وي يوز اور ريسبيراتوري سيستم وين وي بريث بنستخدم الجهاز التنفسي لما نتنفس حضرتك ما تتخيلش اللي انت بتتنفس وبتاخد الهواء لجوه هو الهواء بيفضل جوه لا في هواء يدخل جوه بالاكسجين في هواء يخرج بره كربون دايوكسيد بثاني اكسيد الكربون we need oxygen in our bodies جسمك اللي شغال ده محتاج اكسجين على طول عشان كده لو حد فقد الاكسجين بيغمى عليه وممكن يموت عشان كده لو حصل له اختناق بيموت لو هو في مكان كله كربون دايوكسيد بيموت لازم الاكسجين يبقى موجود فجسمنا we need oxygen in our bodies we breathe in حد يعني يقول لي يعني ايه breathe in بنتنفس لجوه ولا لبره لجوه اه لازم نتنفس لجوه we breathe in air احنا بيدخل لنا الهواء اللي لجوه ده اللي هو فيه اكسجين through our mouth and nose في ناس بيبقى عندها مشاكل في مناخيرها فبتتنفس من بقها
ده غلط كبير جدا 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 فوق مما تتخيله. بيجي له امراض كتير، اللي بيتنفس من بقه بيعاني لان بيبقى فيه بكتيريا، وربنا خلق لنا في مناخيرنا في المناخير في الانف شعيرات دمويه بلاد كابيلاريز، وعندك فلتر كده في مناخيرك بينقي الهواء من الميكروبات ومن التراب. درست انا بقى ساينس ودرسته كتير ففاهم القصه. اور دايافرام الحجاب الحاجز goes down بيبقى ينزل لتحت. It pulls air into our lungs بياخد الهواء ويدخله للرئتين. عايز تجرب؟ طب يلا بينا. عايز حضرتك تحط ايدك على اخر حتة في صدرك كده قبل بطنك، هتلاقي فيه عضلة. حط ايدك كده بين التجويف البطني والتجويف الصدري تحت صدرك كده، هتلاقي فيه عضلة. مشيها كده بالعرض هتلاقي في عضله كده تحت الايه الضلوع بتاعتك. العضله دي ماشيه بالعرض. عايزك تعمل اللي انا هعمله دلوقتي، خد نفس لفوق بمناخيرك كده، اسحب الهواء لفوق. هتلاقي بص ابتدى صدرك يوسع كده ويخش الرئتين يخش هواء، وهتلاقي العضله دي ابتدت تنزل لتحت. طلع الهواء من بقك، هتلاقي العضلة دي تطلع لفوق تاني. يبقى تاني عايز تعرف انت بتتنفس ازاي، حط ايدك على العضلة دي، يلا بصدرك كده خد الهواء لجوه، شم الهواء بمناخيرك كده، تلاقي العضلة نزلت لتحت وصدرك كبر كده وابتدى الهواء يخش في الرئتين، وتلاقي الهواء ملا. It pulls air into our lungs تلاقي الرئتين اتملوا هواء. In the lungs صلحوا دي يا شباب، في الرئتين LU مش LI. In the lungs في الرئتين the oxygen from the air goes into our blood. عارف المصنع؟ الرئتين دول المصنع اللي الهواء يخش ياخد الأكسجين والدم يمشي بيه. الأكسجين بقى الدم ده يفضل ماشي في كل حتة في جسمك. عارف الدليفري؟ هو الدم بيفضل يمشي يوزع. مين عايز غذاء؟ مين عايز أكسجين؟ مين عايز غذاء؟ مين عايز اكسجين؟ يفضل يوزع اكسجين وغذاء، اكسجين وغذاء، اكسجين وغذاء على كل حته في جسمك. طيب اور هارت ناقص ار ار اور هارت المصنع بتاع الدم. القلب، القلب ده مصنع الدم بيفضل يضخ. عارف اما قلبك بيقعد ينبض كده، لو حطيت ايدك على صدرك الناحيه الشمال شويه دي هتلاقي قلبك قاعد بينبض. Our heart pumps this blood around our body. المصنع بتاع الدم هو قلبك. يفضل يضخ الدم لكل حتة في جسمك من أول رجلك لغاية دماغك. الدم ده قاعد بيمشي، بيمشي في قنوات، شرايين وأوردة، شرايين وأوردة. اللي هيخش معاكوا طب بقى إن شاء الله يخش فيكوا طب، يبقى يذاكر معايا الحاجات دي عشان أنا كان نفسي أطلع دكتور. طيب the diaphragm الحجاب الحاجز اللي هو العضلة اللي أنا حكيت لك عنها بين بطنك وبين صدرك goes up بتطلع لفوق. It pushes air with carbon dioxide. انت عايز تخرج الهواء؟ انفخ. هتلاقي العضلة طلعت لفوق، العضلة طلعت لفوق والهواء اللي انت نفخته ده وخرج بيخرج بالكربون دايوكسيد out of our lungs. We breathe out. يعني ايه بقى We breathe out؟ يعني احنا بنتنفس ليه؟ لبره. تخيل. يبقى انا عايزك تعرف المعلومات دي، ولا تقول لي صعب ولا تقول لي معقد. كلام سهل جدا. ايه اللي بيدخل جوه جسم الانسان؟ اكسجين. بيدخل الهواء عن طريق الجهاز التنفسي، بيدخل الهواء من مناخيرنا ومن بقنا. الافضل تتنفس من مناخيرك، تدخل الهواء من مناخيرك. الحجاب الحاجز بينزل لتحت لانه بيسحب الهواء للرئتين. الهواء ده بيدخل فين؟ بيدخل في الرئتين. طيب ايه اللي بيخرج؟ اللي بيخرج من جسمنا هواء، بيخرج الكربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون. هل جسمك بيحب ثاني اكسيد الكربون؟ لا، جسمك بيخرج ثاني اكسيد الكربون. جسمنا عايز اكسجين. مين الدليفري اللي بيفضل ماشي في كل حته في جسمك يوصل الغذاء والاكسجين؟ مين شاطر يقول لي؟
مين اللي بيوصل لكل حتة في جسمنا الأكسجين؟ الدم. 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 مين المصنع بتاع الدم؟ اسمه ايه؟ هارت. يا سيدي الجزء بتاع الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، ولا اي حاجة صعبة. طيب ازاي نحافظ على الجهاز التنفسي؟ How can we have a healthy respiratory system؟ ازاي يبقى عندي جهاز تنفسي كده حلو، يعني صحتي بعرف اتنفس كويس؟ مش انتوا بتلاقوا ناس ماشيه ببخاخه وناس مريضه وناس تعبانه؟ اول حاجه stay away from smoking، stay away from smoke، ابعد عن التدخين. ما انت ما تقعدش تدمر الرئتين بتوعك بالتدخين وتقول لي انا بكح وعندي ازمه على صدري وما بتنفسش كويس. طب ما انت اللي عامل كده. stay away from smoke، ابعد عن التدخين، ناس كتير جدا بتموت بسبب التدخين. حاجة تانية اكسرسايز، وانا شرحت لكم الكلام ده كتير. عايز صحتك تبقى كويسة، كل اكل صحي، ابعد عن الفاست فود، الاكل بقى البيتزا والبرجر والبيبسي والشيبسي والحاجات اللي بتضر الجسم. كل اكل صحي واتدرب، اعمل رياضة، امشي كل يوم ساعة، اجري في النادي، قدم في رياضة اكسرسايز. طيب put plants in your house، حط نباتات في البيت. ليه؟ عشان يبقى الهواء فريش كده، طالع البلكونه الصبح كده النباتات بتطلع ايه، بتبعت لنا اكسجين وبتاخد الكربون داي اوكسيد بتاعنا، فتلاقي كده الهواء جميل كده وفريش. drink plenty of water، جسمك 70-80% من جسمك ميه. اقرا، جسمك مليان كميه ميه كتير جدا. drink plenty of water، اشرب ميه على قد ما تقدر. حافظ على نضاره جسمك، البشره، حافظ على الكليتين بتوعك، حافظ على الجهاز البولي. اشرب ميه كتير وعادي جدا تخش الباث روم كل ساعتين عادي، ولا كل ساعه مش مشكله، مش ضرر، طالما الانسان ما عندوش امراض زي سكر او الكلام ده مفيش مشكله، لان كميه الميه دي بتحافظ على جسم الانسان. عندك املاح، عندك مشاكل، اشرب ميه كتير. يبقى عشان تحافظ على الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي كمان، ابعد عن التدخين، اتدرب، حط نباتات كتير في البيت، واشرب كمية مية كتير، لأن المية دي سائل. جسمك مليان بلازما، البلازما دي عبارة عن واتري ليكويد، سائل كده عامل زي المية لونه أصفر، البلازما اللي موجودة في الدم. ده الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي خدناهم النهارده يا شباب. نحفظ العمود الاولاني ده، او يعني الجزء الاولاني، ان في كلمات كتير اعرفوها، هنعمل عليه ديكتيشن، وكمان الحاجات اللي انا معلم عليها دي نرفعها على الجروب نحفظها عشان هنعمل عليها برضه ديكتيشن. هنعمل ايه في الربع ساعه اللي متبقيه؟ لان للاسف الوحده الاولى المنهج ده مش عاجبني اساسا، ما فيهوش جرامر ولا كونفرسيشن ولا ازاي نكتب باراجراف. في شوية التدريبات ممكن يقول لك اكتب ثلاث جمل، لكن مش منظم. التايم كان جميل جدا وكان منظم جدا، حتى الكتاب القديم بتاع التايم، ولكن يعني اتس اوكي. خلينا نكمل الدروس اللي متبقية من يونت 1 المرة اللي جاية، شوية معلومات ودروس عامة، ولكن بما ان مفيش جرامر خليني ارجع لكم في الربع ساعة دي عن السمبل بريزنت تنس، المضارع البسيط. عيب اللي أنا أكون في سنة رابعة ومش عارف زمن المضارع البسيط، دي أول حاجة بندرسها في أولى ابتدائي وتانية ابتدائي. Present Simple Tense، زمن المضارع البسيط اللي هو إيه، يعني الميزة بتاعته يا مستر؟ إن مع هي وشي وإت نحط للفعل إيه يا شباب؟ الميزة بتاعته إيه؟ إس أو أي إي إس، إس المضارع. حتى انا بسميها كده اس المضارع، مع هي وشي وات. انت عشان تحط اي جمله في المضارع بتسيب الفعل في مصدره، في الافيرماتيف، في الانفينيتيف. فلما تيجي تصرف الفعل تقول لي اي لايك، يو لايك، هي لايك، شي هي لايكس، شي لايكس، ات لايكس، وي لايك، يو لايك، ذي لايك. اللي معانا هنا بقى ليف، انا اعيش، اي ليف، يو ليف، he lives. شايف اس المضارع؟ she lives، it lives، we live.
You live, they live. طيب ايه اللي خلاك تعرف ان مع هي وشي وات بحط اس المضارع؟ لان دي ميزه الزمن دوت. فلو بكلمك على تكوينه الفورم مع اي او يو او وي او ذي بتسيب الفعل في مصدره، مع هي وشي وات بتحط للفعل يا اس يا اي اس يا اي اي اس. زي ما اجي اقول لك اي يوجوالي جو تو سكول باي بس، انا عاده روح المدرسه الاتوبيس. زي ما انت شايف جو الفعل ما حطتلوش لا اس ولا اي اس ولا اي اي اس لانه مع اي، واي ما بنحطش حاجه. لكن هي يوجوالي جوز، زي ما انت شايف جوز بنحط للفعل اي اس. امتى بقى احط اس وامتى احط اي اس وامتى احط اي اي اس؟ تعالى اوريك قدام شويه كده. كان موجود بعض الحاجات المميزه اللي بتعرفك ان في بعض الافعال بتحط لها اس او اي اس او اي اي اس. طيب خلينا اجيبها لك كده من التدريبات اللي معايا، خليني اقولها لك. بص يا سيدي، لو عندك افعال بتنتهي زي جو تحط لها اي اس، زي جو تبقى جوز، زي دو تبقى داز. امتى احط اي اي اس؟ لو لقيت الفعل بينتهي بواي زي كاري. ما في مستر كمان واحد ينتهي اي واي ومش بنحط له اي اس زي بلاي، نقول plays كده. ليه يعني carry دي هتخليها carries، تشيل الواي وتحط مكانها اي اي اس؟ لان القاعده انا قلتها لك قبل كده، بص قبل الواي لو لقيت حرف ساكن شيل الواي حط مكانها اي اي اس زي carry، قبلها ار شيل الواي بقى وحط مكانها اي اي اس. لكن play قبل الواي في حرف متحرك سيبه، ما ينفعش تشيل الواي، هتقول بليز. عايز امثله؟ لو بقول مثلا انا اشيل اي كاري ا بوكس، انا شايل صندوق، لو قلت شي اشي كاريز لازم اشيل الواي واحط اي اس، لان دي اصلا مع شي في المضارع بحط اي اس او اس او اي اي اس. هنا شلت الواي وحطيت اي اي اس. لكن لو جيت اقول احنا بنلعب كوره، وي بلاي فوتبول، هنا هنسيب الفعل زي ما هو لان وي ما بنحطش حاجه. لكن لو جيت ما بين اقواس وقلت لك قول هي، انت عارف اللي عينيك على الفعل هي بلايز فوتبول. ليه يا مستر ما شلناش الواي وحطينا مكانها اي اي اس؟ لان قبلها حرف متحرك. طيب انا كده قلت لك على تكوين الزمن. عندنا كمان بعض الكلمات الكي ووردز، اول معنيك تلمح الكلمات دي لازم تبقى عارف ان الجمله هتبقى في المضارع البسيط. ثانيه واحده، زي ايه بقى الكلمات الكي ووردز دي؟ زي كلمه always عاده، never ابدا، sometimes احيانا، usually عاده، والways مش عاده. امال ايه يا سلمى؟ دائما. فدي غلطه موجوده. الحاجات دي مش في الشيت، انا بشرح حاجه اضافيه. always دائما، never ابدا، sometimes احيانا، usually عاده، often غالبا، every day every month every week كل يوم كل شهر كل اسبوع. عايز اقول لكم ان الحاجات دي always و never و sometimes و usually و often بتيجي قبل الفعل. تاني، بتيجي قبل الفعل I usually، شايف؟ تيجي قبل go. I usually go to school by bus. He usually goes to school by bus. زي ما اجي اقول لك I always drink milk، انا على طول بشرب لبن. او ممكن اقول I never eat pizza، انا عمري ما باكل بيتزا، بوجع البطن. I never، هتلاقي ان الكلمات اللي بتدل على المضارع البسيط تيجي دايما قبل الفعل ما عدا فيرب تو بي اللي هو ام واز وار. زي ما اجي اقول ام ليت،
املين. طيب خلينا نبص على الامثله اللي هتيجي معانا في النيجاتيف، صيغه النفي. اول ما تلاقي الجمله ما فيهاش اي حاجه، الفعل ابيض كده في مصدره، يعني لما اجي اقول لك اي لايك بيتزا، انا بحب البيتزا، مش محتاج تحفظ جرامر، محتاج تفهم. اول ما تلاقي الفعل كده قدامك في الانفينيتيف، اسال نفسك هو ده زمن ايه؟ مضارع بسيط، خلاص الفعل ابيض قدام عينيك، حط قبليه دونت وانفي الجمله. اي دونت لايك بيتزا، انا ما بحبش البيتزا. تاني، وي بلاي تنس، احنا بنلعب تنس. عايزين ننفي الجمله دي، زمن ايه؟ مضارع بسيط، الفعل فيه اي حاجه؟ ما فيهوش ولا اس ولا اي اس ولا اي ان جي ولا اي حاجه، خلاص. We don't play tennis. لكن لو لقيت الفعل فيه اس المضارع، she cooks rice، عايز تنفي، تعتبر بقى ان الاس دي تفكرك ب doesn't، و doesn't بيجي وراها الفعل في المصدر، she doesn't cook rice، لان ما ينفعش doesn't يجي وراها اس كده، غلط، ما ينفعش. She doesn't وراها الفعل في المصدر. She doesn't cook rice. هذه الجمل. I don't go to school on Fridays. أنا ما بروحش المدرسة كل يوم جمعة. He doesn't help his parents. هو ما بيساعدش باباه ومامته. السؤال في do يبقى الإجابة فيها do. السؤال في does برضو الإجابة فيها does. Do you like? Do you study? Do you travel؟ من غير ما أكمل الجملة. Yes, I do. No, I don't. Does he? Does she? Yes, she does. No, she doesn't. على حسب أنا بكلمك وبسألك عن مين، الفاعل مين. يعني ما أقول لك هو أنت، قل لي أيوة أنا. Do you study English every day؟ وأنت بتذاكر إنجليزي كل يوم؟ Yes, I do. لا ده غصب عنك بمزاجك. Yes, I do. أيوة أنا بعمل كده. أو no I don't. Does she help her mother? Yes. ينفع أقول I؟ أنا بسألك عنها هي. هي بتساعد مامتها؟ يبقى yes she does أو no she doesn't. لو لقيت الجملة بتبتدي بأداة استفهام زي what, where, when، ما ينفعش تقول لي في إجابتك yes و no. لازم تجاوب على طول. What do you do usually? What do you usually do on Mondays? وانت بتعمل ايه كل يوم اثنين؟ جاوب على طول. I go to the club. انا بروح النادي. I watch English movies. اشوف افلام اجنبيه. طالما السؤال بيبتدي باداه استفهام، ما ينفعش تقول لي yes و no. جاوب على طول. Where does she live? هي عايشه فين؟ طالما السؤال فيه does وانت بتجاوب حط اس المضارع. She lives in Cairo. عايشه في القاهره. ادي نفس الاختصار، الكلمات اللي بتدل على الزمن: always, usually, often, sometimes, never, every day, every summer, every month. ادي الامثله: I always go to work at 7 o'clock. شايفين always بتيجي قبل الفعل. She usually cooks nice meals. هي عادة بتطبخ اكل جميل، وجبات جميلة. usually قبل الفعل. ليه هنا حطينا كوكس؟ ليه يا شباب حطينا كوكس؟ حطينا اس عشان في شيء. عشان في شيء. احمد writes his homework every day. احمد بيكتب الواجب كل يوم. برضه حطينا اس المضارع. ادي شويه المعلومات اللي بنقولها تاني. المضارع البسيط يعني التصريف الاول للفعل، يعني تسيب الفعل ابيض كده في مصدره. I like a painting class. بحب حصة الرسم والتلوين. He get up at 6 o'clock. احنا بنصحى الساعة 6. He get up. She watches. ما تكلمناش على الـ ES. امتى بتحط للفعل ES؟ أول ما تلاقي الفعل بينتهي CH أو SH أو S أو SS أو X، بتحط له اي اس زي كيس، تبقى كيسز. زي واتش، تبقى واتشز.
زي wash بيغسل أو washes. طيب فالأمثلة زي ما موجودة قدامكم. I like chicken. She likes fish. We go to school. كابتن ديب أو حط لها ES. Sammy goes to school. I brush my teeth. تنتهي بSH. حط لها ES. He brushes his teeth. They watch TV. She watches TV. Planes fly. ليه هنا ما حطناش مع planes الاس او الاي اس؟ الشاطر يقول لي علشان الواي قبلها ما فيش حرف من لا. ليه هنا مع planes ما حطناش مع fly؟ planes. هو انا لو شلت planes احط مكانها ايه؟ اي ولا وي ولا دي ولا شي ولا احط ايه؟ ايه لا مش ات. عشان عشان في عشان زي وزي ما بنحطش حاجه مع الفعل. دي طيارات مش طياره واحده. they fly in the sky. planes جمع والجمع ما بنحطلوش اس. لكن لما جيت اقول هو بيطير طيارته الورق flies his kite. the babies cry. نفس المثال. هو ليه هنا ما خليناش هنا نحط اس؟ ليه بيبيز؟ هو انا لو شلت بيبيز احط مكانها ايه؟ دي بيبي. ما بنحطش اس. لكن هنا ذا بيبي كرايز. ليه هنا حطينا مع كرايز حطينا اس او اي اس؟ ليه؟ عشان ما جاش قبل عشان مفرد. مفرد. شاطره يا روضه. شاطره. هو بيبي واحد يعني هي. لو شلت وحطيت مكان بيبي هي هي بنحط للفعل اس او اي اس او اي اي اس. ادي النفي. اي ورك اي دونت ورك. وي ورك يو ورك ذي ورك دونت ورك. امال امتى بنحط دازن مع هي وشي وات؟ دي فكرة عامة ومراجعة سريعة من كورس الصيف اللي احنا خدناه عن الجرامر. فالكورس كده كده انت عندكم الشيت ده ممكن نرفعه تاني للي محتاجه يعني يبقى يطبق. انا لقيت اليونت ما فيهاش اي جرامر قلت ارجع لكم الجرامر بتاع المضارع البسيط. كده خلصنا يا شباب. هرفع الفيديوهات النهاردة بالليل على الجروب والتسجيلات الصوتية كمان هتلاقوها بالليل على الجروب بتاع زوم. اتفرجوا على الفيديو اكتر من مره. اسمعوا التسجيلات الصوتيه عشان تعرفوا تقروا كويس الكلمات. والمره اللي جايه هناخد الميني ليسنز الدروس الصغيره ليسن 3 وليسن 4 وليسن 5 صفحه ونص. وهنحل التدريبات اللي موجوده عشان تتعودوا على شكل الاسئله بتاعه كينكت 4. هتلاقوه في صفحه رقم 6 و7. هتلاقوا ماتش. هتلاقوا supply the missing letters حفظ الكلمات choose the correct words. وهتلاقوا صح وبعض الصور اللي هنكتب عليها كلمات ونحط circle على الكلمة المختلفة والpunctuation علامات الترقيم. طيب عندك أي سؤال يا أروى قبل ما نقفل؟ مستر هو صفحة 7 و6 و7 دول homework ولا لأ؟ والله لو هنقدر نحلهم وعدرتوا تحلوهم حلوهم. ما عرفتوش احنا يعني هنحل مع بعض. ولكن الهوم وورك عندي اللي انت تذاكر مش تحضر معايا الحصه اونلاين واشوفك المره الجايه ما ذاكرتش اي حاجه. ما ينفعش. عندكم امتحانات السنه دي ولازم نستعد ونتعود. اللي بيقسم المنهج وبيذاكره حته حته كده بتبقى الدنيا سهله ولطيفه. اللي بيعمل تراكم على نفسه بتبقى الدنيا صعبه جدا. طيب Thank you يا شباب. Thank you everyone. هرفع الفيديوهات على الجروب النهاردة بالليل. تابعوا مذاكرة. Thank you.